بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء الحمد لله هذه الكلمه الطيبه المباركه التي يشكر بها العبد ربه عز وجل على نعمه المتتابعه وعلى نعمه المتجدده وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير المربين ينتهز الفرص ليذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم هذه النعم لربما الانسان لما تهيئت امامه وتوفرت من غير حول منه من غير حول منه ولا قوه قد لا يشعر بها من هذه النعم نعمه العافيه خاصه العافيه في الابدان قيس عليها كل العافيه سواء في الاموال وفي الارزاق وفي الاهل وفي الذريه. فقال صلى الله عليه وسلم: من راى مبتلا اي انسان ابتلي في جسده. شوف انسان فاقد العقل تاعه نسال الله العافيه لنا ولكم كيف يكون حاله متسخ البدن، ممزق الثياب يمشي في الشوارع والطرقات، ينام على الارصفه يقول كلاما لا يليق. لأنه فقد عقله والعقل نعمة من الله سبحانه وتعالى من أوجدها عندك وعندي الله سبحانه وتعالى واحد ما جاب العقل هذا دخلوا لدماغ الإنسان وإنما الله خلق فسوى فأعطى الإنسان هذا العقل وهذه نعمة من الله قد ربي يسلبها وكل النعم نعمة السمع نعمة البصر كل النعم في جسم الإنسان قادر رب العالمين يأخذها متى شاء فوجودها فضل محض من الله سبحانه وتعالى ومنة عظيمة من الله لكن الناس يغفلون عن هذه النعم في كل يوم يلقى روح الإنسان معافا في بدنه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا النعمة نغفل عنها حبي ذكرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم مبتلا والله علم الرواية سببها كان أنه رأى أحدهم في عقله شيء فمن رأى مبتلا في عقله أو في بدنه فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق قال صلى الله عليه وسلم لم يصبه ذلك البلاء شوف كيفش النعم عفوا كيف شكر الله تعالى يديم النعمة وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شوف إنسان مبتلى في عقله فتحمد الله على أنك معافى العقل وأنك سليم فيديم الله تعالى عليك نعمة العقل ترى آخر مبتلا في جسمه سواء في بصره أو في سمعه أو في أحد أطرافه قد تكون مبتورة فتحمد الله تعالى على نعمة المعافاة نعمة السلامة من هذا الابتلاء ورب يبتلي عباده بما يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله لأن حتى هذا المعافى وهوش ظلم من الله سبحانه وتعالى لكن رب العالمين يعلم ما لا نعلم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فمن ابتلي وصبر كان له من الأجر يوم القيامة ما يدهشه إن رضي فله الرضا أنت تشوف صح مبتلى لكن إذا كان راضي بالشيء اللي له رب العالمين وما أصابه به فإن الله ينزل على قلبه الرضا ويوم القيامة يعطيه من الأجر ما يجعله يتمنى لو أن كان بده في بدنه في الدنيا يقرض بالمقاريد لعظيم ما يرى من الأجر فمن عوفي وشكر فله كذلك مثل هذا الأجر وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لأن أعافى فأشكر عفوا لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر فالعبد يعني بشي علمنا النبي الدرس كل ما تشوف إنسان مبتلى أتفكر نعمة العافية تعرب العالمين لما تشوفه مبتلى في سمعه أو في بصره أو في أحد أطرافه أو في عقله أتفكر كل هذه النعم أن رب العالمين هو اللي أعطاه لك فاشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليديمها عليك ونعمة العافية قد يغفل عنها الناس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس فقال يا رسول الله علمني دعاء علمني حاجة ندعي بها رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية أطلب من ربي عافيك من الابتلاءات ومن المصائب في بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي دينك يعني هذا هو المقصود بالسلي الله العافية فالعباس وكأنه استقلها يعني شافها قليلا كان متمني يعني دعاء طويل وعريض وفيه كلمات وجمل فراح مدة ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني دعاء فقال له سل الله العافية ثم رجع مرة أخرى ففهم النبي عليه الصلاة والسلام كأن العباس تقل هذا الدعاء فقال له يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية فما أعطي أحد بعد الإسلام نعمة هي خير من العافية أعظم نعمة ينالها الإنسان بعد الهداية نعمة العافية لهذا جمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اعظم النعم بعد الاسلام الهدايه الى الصلاح والى الطاعه والى الاستقامه ونعمه المعافاه في كل شيء المعافاه في الابدان والمعافاه في الاموال والمعافاه في الذريه فهذه كلها نعم متتابعه من الله تتجدد علينا في كل يوم بل تتجدد علينا في كل لحظه مش في كل يوم في كل لحظة تتجدد هذه النعم، لأن في كل لحظة أنت تبصر بعينك لأن رب العالمين حفظ عليك نعمة البصر. في كل ثانية أنت تسمع بأذنك لأن الله تعالى حفظ عليك نعمة السمع. في كل ثانية أنت تتنفس الهواء وتأخذ منه ما تحتاج من الأكسجين والطاقة وتطرح الثاني أكسيد الكربون لأن الله تعالى حفظ عليك نعمة سلامة المناخر والقصب الهوائية وسلامة الرئتين فهذه نعم متجددة في كل لحظة فهذه نعم متجددة في كل لحظة وفي كل ثانية تحتاج منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها فإذا رأيتم مبتلاً فقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق الله تعالى ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله